سلام إلى حلب هي أول أمسية وطنية ذات صبغة روحية روحانية عم تتقدم بمدينة دمشق بقصر العظم. سلام إلى صمود أهلنا بحلب. أمسية بمعنى الكلمة فيها مقطوعات موسيقية ملتزمة وطنية بتعبر عن حب الفرقة والفنان الجبريال المشارك معنا اليوم بالفرقة لسوريا ولحلب بالتحديد. الانطلاقة كانت من قصر العظم كأول أمسية روحانية وطنية بسبب أهمية المكان التاريخي العظيمة. Yeah.